في تلك الأثناء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في خان يونس في جنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن استهدافه مجمع عسكري لحماس جاء ردا على قذيفة أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل في وقت سابق، فيما أعلنت متحدثة باسم جيش الاحتلال أن القذيفة كانت على الأرجح صاروخ لكن لم يتضح أين سقطت. من جهته أيضا أعلن مصدر أمني فلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت غارتين جويتين استهدفتا موقع البحرية التابع لحماس في غرب خان يونس وأرضا خالية في شمال شرقي خان يونس.